بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول. لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة، عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلا الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية مثلا؟ تقول أن التوحيد هو حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، تكثير الحسنات تكثير السيئات. ثم قد يسألك سائل، تمشي في الطريق ويسألك سائل يقول: هل أنت مسلم موحد؟ تقول: نعم أنا موحد. يقول: ما هذا التوحيد؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد يقول: أنت كاذب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا يقبل عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد. وأيضا قد يسألك سائل يقول: هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول: أعوذ بالله، أنا لست بمشرك، أنا موحد. يقول: ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول: لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. إذن أهم ما عليك تعلم التوحيد، وأهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه. هذا السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟